يا قسما بربي العظيم. السلام عليكم اسكل. الفيديو ده بنضم مع بار موسيقى بار ساعة كل شيء على الموضوع اللي صار في جيبس. الناس في كانوا مطوع معناها الموضوع هوني هوني علاش على خاطر صاروا معناها كالتفجير يمكن المصالح متاعهم ما مشاتش يا اخي حرموا معناها على رواحهم. اما راهو المسلم مش هون جيبس فوق معناها 10 سنين يمارسوا عليها في الارهاب الصناعي صاحب. الارهاب الصناعي اللي هو يجي يفرض عليك باش يرد لك انت بلادك منطقة صناعية ويقتل لك ولادك ويقتل لك ناسك باش يميك. وفي بينا كل الحالات اللي في جيبس صاير على مدة عقد كامل 10 سنين معناها ولا اكثر. والفيديو هذا بتربية فهمتني بتربية باش نفهم للناس. الفيديو هذا موجه للشعب باش معناها باش يفهم الخبيل. اما المسؤولين يا قسما بربي العظيم انا وياكم والحيط والحبس واللي هو فهمت علاش على خاطر نورمالمون فما معناها فئة سياسية من المنطقة هذيك معناها باش يوري لك الدم وما لقاش فيهم الخير دمهم فهمت يعني بلادهم مو شوية باش تلقى فيهم الخير. سيبوا جبس خرجوها من الحسابات نتاعكم سيبوها معناها قتلتوها الجينيراسيون الجاية نتاعها 50% منها طلعتوه معناها مريض بالكونسير يعني باز يلزمها ياكل شيميك يشرب شيميك كل شيء شيميك في البحر نتاعو فهمتني. خرجوا اخويا من الحسابات نتاعكم وراو الارهاب مش في شعامبي. الارهاب في جابس اللي عملته الدولة صار واضح في شعامبي في بينا بالكرتوش وفي بينا هذاك يخوف الامن نتاع تونس صحيح. اما كيف فما زاد توانسه راه الويب سايت توانسه كان ما في بالكمش دوله تابعين الجمهوريه التونسيه فهمتني. وسلاله الدغباجي معناها للموت معاكم الرخليه باش تخرجوا بالسياسه بالقوه بالتي هي احسن بالتي هي ايش باش يقول فمي باش تخرجوا صح. وان شاء الله الشعب نراه خلينا معناها من فكره تخطر راسي واضرب وما دام ولايتي لاباس وما فيها شيء اليوم جابس غدوه سوسه بعد غدوه العاصمه ومعناها والدور الدور نتاع فهمتني سفاحه صح. اللي يحكموا فينا سفاحه واني متربي على الاخر قسما بربي متربي على الاخر حكيت معاكم صح. That's 100 in the works. We the top to finish first. Whole squad fucking cursed. Modest touch on every verse. Counted 100 a piece. Counted 100 a week.